مساكم الله بخير. عندنا برادو ركبنا لمبة جانبية يمين يسار، كذلك لمبة عفش، وتمديد سلك كنود كامل من البطارية إلى هنا، كذلك الأريان حطيناه بالموقع ذا. وهنا اللمبة تكون فاصلها مخفي بحيث انه ما يكون واضح ابد، واللمبة حطيناها سيليكون ابيض مخفية كامل. دقة العمل كل الاسلاك مخفية مع اسلاك الوكالة، بس الله يبارك له. كذلك ركبنا لمبة كبوت فاصل، الاسلاك كلها معزولة، عزل حراري كامل، والسلكين موصلة للسالب للموجب، يعني القطبين كلها واصلة. الفيوز كل لمبة كل مجموعة لها فيوز، في مجموعة تباع كامل تكون موجودة هنا، لكن على حسب طلب الزبون نحط على فردي. هذا سلك الكنود معزول عزل كامل إلى داخل، ولمبة لمبة الكبوت، وهذا اللي تحت لمبة الداخلية اللي تحت هناك. الله يبارك له.